تصرف. باهي انا نقول اول حاجه سي عطارجي يحمي في مميش معناه بين الحكايه. وساعات الحب هذا الزايد للملاعبي ولا لولده ينجم معناه يضره بالضبط. مي حاجه اللي ما حكيناهاش اللي راهو بن سعيد مشى للترجي يعني الكونترام تاعو مع الترجي معناه اي ملاعبي في اي وضعيه يحب يمشي للسبيرانسي سورتو اللي حكيت على اللي انا ما نحبش انا ما نحبش مش اي ملاعب انا ما نحبش لا هو واش بدك انا كي جيت كيف ليه انا ما نحبش معناتها مش اي ملاعب ما تحبش لا ما نحبش ما نمشيش انت لا ولا حد انت ولا نحب ولا تمشي انت ولا شيء ملاعب عليه قدس بالله 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 ما نتكلموش مع بعض لا 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 ما نتكلموش مع بعض انا نصبر تاجي لك في تاجي يا ترى الاولاد تسمعوني بالله قاعدين نحكي مع بعضنا راهو تولي فوضى هكا وين جاي كوفر وحكيته في 14 وكنت باش تمشي للترجي لا لا ما نمشيش ما نمشيش ما نمشيش ما نمشيش عايش تفوضت معاهم لا لا نحكي اون جينيرال كل مره ملاعبي كل واحد يحكي ما نمشيش للترجي ما نمشيش للترجي مش بيا نحكي لك لعبت تتصرف فينا بربي دقيقه واحده خلينا نقول وعليه اللي طوال سمع الفريق يا ولاد فوضى فوضى ولات هكا قاعدين نحكي مع بعضنا كمل كمل فكرتي ما عادش تبص عليه اي ملاعبي في تونس بتاج وانت جاي راهو يحب يمشي للسبيرانس ما فماش موضوع اخر نحكيو ماديا نحكيو على ليزيشيونس اللي استناو في الاسبيرانس انت حكيت على كاس عالم يحكيو على بطوله تحكي على على اكبر نادي في تونس شنو هو هذا اكبر نادي هاو الضر هاو الضر هاو الضر هاو الضر بشير كرويين هاو الضر كرويين صحيح هاو شفاهم شكون قالك الضر خاطر كان استنى انت تحكي على 33 سنه اليوم وتحكي على امور ماديه باه اللي انت انت 100% تعرفها على خاطر هو الظروف تاع الاتحاد الرياضي المونستيري ماديا خاطر تبيع في الملاعب هذا الكل ما تكون كان عندك مشكله ماديه صحيح هذا 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 معناه موضوع مميش ملاعبي صغير جبنا له ان غران غارديان مؤثر بشير بن سعيد اخلاقيا ممتاز نعرفه انا شخصيا ملاعبي رزين برشا اكريت حتى لي رياكسيون تاعو معناه كلم اللي هو راهو لو برومي غارديان تاع المنتخب الملاعبيه هذوما مهمين في الفيستير ومهم يكون وراك غارديان كبير بالمستوى ذايا معناه مستوى معناه نحكيه نتاع اول حاجه كاليتي وراك وزيد ماني عايش معاك عايش معاك في المنتخب من حق الترجي اني تجيب اللي تحب اليوم من حق الملاعب انه يرفض ولا يقبل هو قبل وهذا قانون اللعبه اليوم عندك كونترا اليوم اسمعني يا تاج عندك كونترا اليوم ينجم يعيشك حياتك كامله غدوه مش باش يعطيه لا تاج لا طارق في الترجي باش يلقاه في جماعية اخرى ينجم يمشي النادي الافريقي كما قلت وما ينجحش واضح هاي كثير عليك سوري خاطر مش عبيد ما تفهمش الموضوع زدنا حتى جبته حل بسرعه 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 جوست ما اسمعني حتى على فكر ملاعبيه يا ولادي في الشوا مش حكايه راني قلل من الترجي ونقلل حتى نحكي بالفرق انت قلت لي لتوال قلت لك حتى لتوال كيف كيف هاكا ذكر اش قال لك كي نصبر شويه كي نصبر خليت علاش البلونجون كيما بلغه اخرى كي نسمعوا التراجي والله نمشي التراجي ضرت برشا ملعبيه من حكايه الفكره ذي كل واحد يتمنى يلعب في التراجي برشا جوانات تضرت من الحكايه هذه قبل اسمع قبل تمشي سيدي علي خلي يكمل بربي مش عادياش مش ينفع منوش لا سيدي علي خاطر عاش هو رئيس نحن كشوا ناخذوه من الفكره ذي شكون يتمنى ما يلعبش في التراجي وهي ساعات راهي غالطه يا طارق هذه حبيت نفسر التراجي جمعيه كبيره كما تحكي انت حتى في النجم ريتو حتى الملعبيه كي تجيك اوفر من النجم واي واحد يتمنى يلعب اورزر أرزن معيش هذه غلطت برشا ملعبية ريت فما جواريات نحكيو عليهم كان صحوا مثلا نحينا من التراجي والإطوال والفريكي والإسفيزي فما جواريات أنا كان يجيني مثلا فما جواريات نجم تنجح اليوم يجي شواء ما بين الإسبيرانس ومستير يقولك نمشي لمستير تنمشي بين الأوروب واضح ترجي تنجم تضر ما حكيناش على بن قردين ما عطيناش حقه الفريق سيد علي خلينا ناخذ رايك في اتحاد بن قردين كيف كيف بلوك جديد اتحاد بن قردين مع محمد علي معارز هو بلقردين لقى الظروف السنة صعيبة بصراحة هو ما كانش عندهم هيئة مديرة منتخبة كما جل الجمعيات هيئة تسيرية ظروف صعيبة تعرف كل عام بلقردين تجيب في 15-16 ملاعبي انتدابات يعني ما كانش انتدابات قائمة لكن في العوام الأخرى كان ديما ثم فريق محترم ومحترم جدا ديما فريق يكون يلعب في كرة هائلة ثم تقليل منه خاطر رئيس الجامعة كان ولد بن قردين ثم تقليل في الاستحقاق متاع بن قردين وهو أربيتر هو واحدة سيبري اللي برشا ايه ما كانش موجود هذا لا كان بعض الحين موجود في بعض الحين موجود ثم بعض حكام ما يعطيوش حق العبيد
ثم حقام زاد لي سون ستريكت. خلينا في اليوم سمعنا في الترجي وقت نحكيو عليها هذا. اليوم جاء مدرب جديد، جاء مدرب جديد، النتائج ما كانتش باهيه بالحق مع قلبي رغم اجتهد بلوز وموا معناها. ما كانش ماهيش كارثيه زاد. لا مش كارثيه، لكن يمكن المسؤولين يراو لي الفريق مش قاعد يتقدم مع قلبي، هذا شنو هو النتائج مش بالكافيه لي والمكانيات والتضحيات اللي صرفوها. نعتقد لي كمال معالج يعرف الفريق، محمد علي معالج، محمد علي معالج يعرف الفريق وكان موجود معاهم السنه الماضيه وجاء في فترتين، ان شاء الله الفريق يرجع المستوى نتاعو. كمل معك انت ذاك كي تشوف الاسامي، معناها فما اسامي في بن قردان، معناها خاصه الحباس اللي متالق السنه، غازي عبد الرزاق، خميس المعوين، الفرحاتي، اسكندر العبيدي، ادم الطاوس، حباس سميته احسن واحد، خاطر احسن واحد السنه في بن قردان. دونك معناتها ماهيش ماشي معناتها ليكيب مع الاسامي هذا. ودي ما تنساوش راهو تظلم زاده في فخر الدين قربي اللي راهو 10 ايام ولا 12 يوم قبل ما تبدا البطوله رجعوا فما حسابات راه. وشوف انا حكيت مع شندول وقت لقيته رجع واتصل بي على بعض المواضيع، لانه شندول صاحبي خويا ومن العباد اللي دزته باش ولا مسؤول. من غير اخويا صحكي لي الموضوع ديريكت. هذا ذكرتني في بابا، هذا ذكرني في بابا. ما عنديش وقت مازال هذاك حلي قوس اخر. تو جيت تسعه مرجين، تو مرجين جيت تسعه تاع الصباح نقعد نحكي وحدي وين حتى ندخلوا لك. يعجبكش تو شبيك وين تاكد؟ ما عادش وقت مازال ماتشوات يا ذاك. بقردين باهي. لا لا هكا كلمت شندول ما كلمتوش، علق علي. كي سالته علاش رجعت او المهم على بن قردان، قال لي خاطر راه فما فرق بن قردان ما مع وديع وما بعد وديع، العباد باش تتفرج في هذا بن قردان اللي يقولوا ياخذوا في الحمر وياخذوا في البلانتيات وكذا. قال لي انا من واحد الناس رجعت راه ظروف ماليه صعيبه ياسر، لكن رجعت باش نوريه راه ماهيش بن قردان بتاع صحيح. اوكي وديع ولد جهه، لكن لازم نكون بصراحه من الاكستريم للاكستريم، كان تاخذ في ضربات جزاء وجو ماشي معاه، لين وليت العباد حتى ليزربيتر ولاو ما عادش فاهم شيء اللي صار لها بن قردان في البريود هذه. ظلمت برشا من الحكام مع النتائج معناتها ماتش مستير خاصه. سيد علي قال 15 بن قردان، شوف سيد علي تطوي وبن قردان نودي كل جيب 15 كل عام على خاطر ما فما حتى لاعب يحب يصح عمي على خاطر الفلوس ما فماش. هالجمعيه اللي مشكلتها ماديه هي تسكروا موضوع هذه يرجعوا يتعلموا. هذه بيجا تصحح اكثر من عام للاعبين. بيجا عندها ملي هزت الكوب التونسي ولات صح في العامين والحد. شوف ديما نقول لك على المسؤولين، كي تجي مسؤول تقول له خويا بصح معنا تاج صح معايا عامين، يقول لي لا نقول له امشي على روحك ولو حتى حشتي به، لين تولي الثقافه هذيك في النوادي راهو اللاعبين يطلبوا بعضهم. انت ذاكر قالوا لك باجي يقول له والله اسمع ما قالش العامين.